ال اكس اللي هي ال ان وال اوت ب 235 سم، يعني 2 متر 35 سم كويس، وهيتمصمر بمسامير ال 16. صمم الكومبريشن ممبر ده طلع قطاعه يكون سيف. انت تتصور من الجدول الدكتور اداهولك قبل كده هتختار القطاع ايه؟ انجل ايه؟ سنجل انجل صح؟ لان الفرص صغيرات والطول صغير ماشي؟ تاني الكلام ده في الامتحان مش هيبقى مطلوب فيه، الامتحان انت دلوقتي هتبقى موظف هيقول لك صمم كذا خلاص؟ فانت هتقول عشان الحالي بقى يوز سنجل انجل كروس سكشن اول خط حلو قوي. بعدين عندي كام كونديشن؟ اختار منهم ايه هما؟ سمي ده ابروكسيمت ديزاين، ابروكسيمت ديزاين عندنا روم سترينث كونديشن. ايه اللي بيحصل في سترينث كونديشن؟ الفيري ريكوايرد اللي احنا عايزينها بتساوي ايه؟ ديزاين فورس على الاول. كام بقى الاول؟ ما ذاكرتش غير قلنا من 0.6 لواحد، لان احنا الكومبريشن مش عارفين ان هي هتطلع عن مود فيلير، فبالتالي بنفرق ما بين 0.6 وواحد، تفرق اي رقم انت عايزه وتحل وحكايه تتشكل خلاص. هتلاقي في الكتاب هو فرض 0.6 مرة دي، ده الأقلاق اللي هو فرض في كام؟ عندنا كام انجل؟ واحد، يبقى مش هضرب في عدد، هضرب في ايه بقى؟ 1.2 عشان دي فوق سكيل 2 خلاص؟ هي مصر؟ ايوه اتس انسيمتري، وهنضرب في 0.6 علشان الانسيمتري ماشي؟ الكلام ده يطلع لنا اريا كام؟ يطلع لنا اريا 4.95. يبقى دي اول كونديشن انت ايه؟ هتبقى تدور عليه. طيب تاني حاجه from stiffness condition. ايه بقى stiffness condition بيقول ايه؟ رقم ده غلط. رقم ايه؟ اكيد لو كتاب الامتحان في الارقام يعني في اخطاء بتاعت فيروس في ارقام كتير بس انت متاكده 5.7 كام؟ 5.78 ماشي. The stiffness condition بيقول لي بقى ان احنا عايزين ال على اي 180. المفروض ان انت هتاخد ال اكس وال واي، هتاخد مين بلين لو في بلين السنجل انجل تسهيلا، هتاخد دايما الاكبر لان احنا هنثبت الانرشيا بتاعتنا على الاي مين السنجل انجل بس على الاو كوين 2. هي الاو كوين 2 ايه اللي انت استخدمتها في الايه؟ في التنشن خلاص؟ انت هتبقى ايه؟ لندا ماكسيموم هتصير ال على اي تكون اكبر من 180. طيب ال على اي احنا هناخد الاثنين زي بعض، هناخد 235 على 2 اي تكون اصغر منها بتساوي 180. ده معناه ان انت عايز الاي بتاعتك تبقى اكبر منها بتساوي كام؟ 6.5 سنتيمتر. وادي تاني كونديشن انت بتدور عليه. هل الواحد ما نستخدمش بالظبط كده عشان بولد هتقول from construction condition عندك ايه بقى؟ A ناقص T تكون اكبر منها او تساوي 3 دايمتر بتاع الفوق اللي بيتكلم فبالتالي انت عايز A ناقص T تكون اكبر منها كم سنتي؟ 4.8 صح؟
ده جميل وده الفونديشن بتاعك. يبقى انت هتخش الجدول ودي سنجل لاندنج، فانت ما عندكش مش موضوع سهل خالص. هتخش تدور على ايه 5.78 اريا والفونديشن ده حلو. هو اختار اول انجل تقابله كده 70 في 7، بيقول لك تراي 1 انجل 70 في 7، وانت بتحل اكتب قدامك الاريا علشان يبقى الموضوع ايه خلاص. جيبه من الجدول كل شويه عشان انت الاريا بتاعته 4 متر سكوير. ماشي جبت الاريا اعمل ايه؟ 7.3 كده الزاويه بتاعت دي هتبقى 7.7 كام؟ 7.3 متأكد؟ لا تمام. طيب نعمل ايه بعد كده؟ ده كان اسمه approximate design. انا بقى مرحله الايه؟ الاكتشوال ديزاين او اللي هو التشيك ان. هنروح قايلين ايه بقى؟ اول حاجه هنعملها ايه؟ الستيفنس اللي هي بالظبط، لان بناء عليها انت هتحدد الناس اللي بتاعتك بجد. فانت هتقول اول حاجه تشيك الستيفنس كونديشن كام؟ 235 على 0.2 كام؟ 7 ده اليونتس. ده اليونتس ده سنتي ده سنتي خلاص. تطلع دي كام؟ اشوفها هتطلع 167.6 من كام؟ كام؟ 8.5 8.5. الكلام ده اصغر من 180 ولكنه في نفس الوقت ايه؟ اكبر من 100. يبقى ذيرفور الاف كومبريشن اللاود بتاعتك هتبقى بتساوي كام؟ 7500 على 1.6785 سكوير. الرقم ده يطلع بكام؟ نبص 4.266. طبعا انت لما يطلع لك الرقم ده تتخض، الرقم ده صغير جدا جدا جدا، فكان البروبابيلتي كبيره ان يطلع تطلع ده انسيف. ماشي هتروح قايل تشيك بقى الايه؟ تشيك سكرينت كونديشن. كام اف اكشوال هيبقى بيساوي ديزاين فورس من المنافس تقريبا في حاجه انت عاملها لي فاللو بتاعك ده لوج فورم بين 2. ماشي عشان تيس كله ما تنساش دي 0.31 0.32 سم بير سنتيمتر سكوير. طيب الاف اكشوال بكام؟ ب2.5 على الاريا ب9.4 تطلع بكام دي؟ 0.2 تمام غير سنتيمتر سكوير. احنا بقى غلطنا غلطه ما خدتش بالي منها، ايه هي؟ ان احنا ما ضربناش هنا كمان حاجه مهمه جدا اللي هي 0.6 نتيجه الانسر. هتبقى كام؟ 0.19 طن بير سنتيمتر سكوير. يبقى الرقم ده كده الاكتوال طلع اكبر
and it has compression window. Therefore, unstable. خلاص؟ وبعدين بتعمل ايه؟ تقول له ايه؟ try larger section. كويس؟ هو في الكتاب نط كام قطاع؟ نط تقريبا اثنين او ثلاثة. قال لك try one angle 75 في 8 وده الاريا بتاعته 11 ونص. كويس؟ هنبقى على نفس الخطوات. هتعمل check stiffness. هيدفع ازاي؟ 235 على 0.2 كام؟ 7.5 يطلع الرقم ده كام؟ يطلع الرقم ده 156 بيكسل سنة. أصغر من 180 وأكثر من 100. Therefore, F اللود بتاعتنا تطلع بتساوي كام؟ 7500 على 156.67 سكوير. ما ننساش نضرب في 1.2 عشان دي بي 2 ونضرب في 4.6 نتيجة الأنسر. حلو، كان يطلع كام؟ بنتو كام؟ وبنتو تو كام ترسة فيك تو الاف اكشور بتاعتنا بتساوي 2.5 على 11.5 بكام؟ وبنتو كام؟ 217 217 وبنتو 217 فكده انت الحمد لله طلعت ايه اكثر اصغر من الاف الاول فده الفور. تمام يا شباب؟ حد هيصور؟ مش لازم. ماشي ده كده الاكزامبل الاول. member شايل ديزاين فورس 20 طن. كويس؟ و تتقن الهوريزونتال بريسنج تو هوريزونتال بريسنج كونديشنز يعني ال اكس بتاعته 400 والال واي 800 دي 20 طن دي طن كده شايف احسن اكزامبل ده ايه؟ مليان شويه وهيبقى بولتد مسمار 20 بولتد بقل فاكس. ماشي؟ طلع بقى قطاع كومبريشن مظبوط. تعمل ايه؟ تعمل ايه؟ المرة دي انت عندك الديزاين فورس مالها؟ كبير خلاص 20 طن. عندك مشكلة تانية ان ال اكس ال واي ضعف ال اكس ضعف ال اكس فانت تفكيرك يروح على ايه؟ الستار شيب بيدي لك الاثنين واحد بيدي لك نفس الانرشيا في الاتجاهين يعني هو الستار شيب كويس في الاطوال البعيده والفورس العاليه بس ممكن مش عارف يطلع كمان يطلع كمان غالبا لان انت كده الانرشيا بتاعتك هتحتاجها على ال 800 ايه؟ احنا خلينا في الثلاث قطاعات اللي احنا بنتكلم عنها دلوقتي
سنجل انجل تو انجل باك تو باك ستار شيب. ماشي، مين فيهم اللي بيدي واحد بعيد عن الثاني؟ تو انجل باك تو باك صح؟ التراديشنال تو انجل باك تو باك اللي انت حافظهم هم اللي عاملين كده دول. انت عارف ان هم بوينت 3 اي اتجاه الاكس، بوينت 4 5 اي اتجاه الواي صح؟ ماشي. فانت هنا ساعتها البوينت 3 ايه ده تقدر تستخدمه مع الطول القصير ولا الطول الكبير؟ البوينت 3 تستخدمه مع الطول القصير ولا الطول الكبير؟ في ناس لسه بتفكر. ها؟ الطول القصير. ما انت اللوكيشن بتاعتك لندا عباره عن ال على اي. فلو انا عايز اخد رقم صغير في اللندا مع ال الصغيره هديها اللندا الصغيره هديها الاي الصغيره عشان الاي الكبيره استخدمها مع الطول الطويل. صح؟ طيب في بقى اوبشن ثاني ان انت بتستخدم تو انجلز باك تو باك بس مش دي كلها. يعني دول تو انجلز باك تو باك ايكوال لاج. في تو انجلز باك تو باك مش ايكوال لاج. عاملين كده. ان ايكوال لاج. ودول معاك في الجداول برضه. يعني انت عندك في الجدول في الانجلز اللي هي مش ايكوال لاج. يبقى ده دايمنشن اسمه ايه مثلا؟ وده اسمه بي. هيبقى في على نفس الديزيجنيشن على مكان ايه؟ ماشي يا شباب؟ لا هو الديزيجنيشن بتاعه ماشي بالعكس ان الايه هو ان ده ماشي. يعني عايزين عشان زي الكتاب وزي الكلاوي ده بي وده ايه خلاص. الحاله دي الكويشن دي كده هتتغير ماشي. كان بقى عندك اي اكس رقم واي واي رقم. اي اكس بكام؟ اي اكس ب 0.28 بي. مين الاكس؟ ده الاكس اهو وده الواي. فالاي اكس بنساوي 0.28 بي والاي واي هتبقى 0.48 ايه. محدش فيكم سأل على الكلمة اللي أنا عمال أكتبها دي. محدش فيكم سأل على الكلمة اللي أنا عمال أكتبها دي. ده شيء محير لو محدش سأل عليه بغض النظر إيه يعني. دي أنا قلت لكم عليها المرة اللي فاتت اللي هي أبروكس. قلت لكم ان احنا الفورمولا دي ابروكس صح؟ بس الحقيقه ان كلام المره اللي فاتت كان ايه؟ مش دقيق قوي يعني ايه؟ كان مجمل كده. الحقيقه ان مش كلهم ابروكس. هي الاي اكس مظبوطه والواي الاي واي هي اللي ابروكس. ليه بقى؟ ليه؟ بالظبط كده. لان احنا ساعه نقل المحاور بتاع الاكس بتنقل من هنا لهنا على طول كويس. مشكلتك في الواي ان انت عندك يعني الاثنين بيتنقلوا زي بعض في نفس الاتجاه. مشكلتك في الواي ان انت بتنقل وفي تخانه دبل بليت ماشي.
والمشكله بقى الثانيه في الاكزامبل اللي احنا بنحله ان الفورمولا دي اصلا ابروكسيميشن بتاعها مش حلو. لحد انا برضه واي اكس انا غير ابروكس يعني الفكره ان تو انجلز ان ايكوال لاج دي بتخلي لك الفورمولا دي مش دقيقه. يعني البوينت 3 قربت قوي من البتاع اولموست زي اكزاكت بالظبط. البوينت 4 5 كل شويه لو ده بوش تو انجل باك تو باك ان ايكوال لاج الموضوع بقى يبقى ايه؟ الفورمولا دي على حسب بقى الانجل اللي اخترتها. ممكن تختار انجل تبقى قريبه من الفورمولا، ممكن تختار انجل تبقى بعيد عن الفورمولا شويه كويس. فاحنا ساعتها لازم نعمل ايه بقى؟ ايوه هنضطر ساعتها واحنا بنحل لو الاكزامبل جه كده لو انت مثلا تحت جات لك كده ان انت لما تيجي تعمل اكشوال تشيك بعد ما تحط القطاع في الابروكسيمت ديزاين تحسب الاي سمول اي اكس واي واي ماشي. فاحنا دلوقتي هنبدا الحل. فاحنا طبعا انت مش محتاج اسالك انت دلوقتي هتحط المنظر ده مع عندي طول يعني هتحط ازاي؟ لو احنا بنقول ان ده كده ميم بلاي ماشي؟ يبقى ال اكس بتساوي 400 ماشي؟ احط القطاع كده كاني هقطع سكشن كده ماشي؟ دي الاخضر ايه؟ ولا حط تانجل في الاكتوبر كده وان ولا تو خلي بالي ال اكس دي اللي هي ال ان بلين دي ال واي اللي هي 800 اللي هي ال اوت ما لو فهمنا دي كده كله صح يعني لو اخترنا دي صح خلاص احنا كده ايه الكونسبت هو اختار اوبشن 1 ولا اوبشن 2 ثاني اجابه اختار اوبشن 1 ولا اوبشن 2 حد يرد يا فندم اوبشن 2 حد ليه راي تاني حد ليه راي طيب حد ليه راي طب نفكر حد طب بيعملوا غلط تاني شرحنا على فكره الموضوع ده المره اللي فاتت ورسمنا الرسمه وقلنا الاكس اكسس والواي اكسس وشرحنا الدنيا خلاص لو انت اعتبرت او ده على الرسمه دي ان اكس بتاع اهو ده الاكس بتاع الشطار بتاعك عشان تقدر تطلعه من الجداول ما تلخبطش وده الواي بتاعك ماشي وده ال اكس اهو ب 400 ده جيم بلاي والال واي اللي هي 800 نتيجه البريسنج في الاوت اوف بلين كده ب 800 الاوت اوف بلين ب 800 حلو انا هسمي دي كده عشان هي اللي ليها ال ان وال اوت بس ال ان بلين ب 400 ال اوت اوف بلين ب 800 وانا عندي اوبشن ان انا احط القطاع ده كده بالعدله دي او احطه بالعدله دي صح؟ فكر بقى شويه ها هو الطبيعي يعني انا بخاف الباركنج بتاعه ف فانا الطبيعي عايز فيه انهي انرشيا؟ الاكبر صح؟ يبقى عامل ايه؟ مين فيهم الطول الكبير؟ الاوت اوف بلين اللي هو ده صح؟ الاوت اوف بلين ده ده خلاص انت صح انت 100 ماشي الاوت اوف بلين ده هو الكبير ماشي مين الانرشيا الكبيره اللي هتقاوم ده؟ انهي واي؟
هاي واي صح؟ انا عشان اقاوم ده بالانرشيا هاي واي الكبيره مين فيه احط الرصه دي ولا الرصه دي؟ الثانية اللي هي دي صح؟ انت هتحط ده كده لما الممبر ده يكون عايز يباكت في الاوت اوف بلين هيلاقي الطول ده كله احنا هنا عاطين سكشن هيلاقي الانرشيا دي كلها بتقاوم مظبوط ولا ما يبدوش لسه؟ تمام؟ تمام طيب فاحنا اذا هنقول هنا هنقول ايه؟ يوز تو انجلز باك تو باك ان ايكوال باك كلام جميل كلام جميل هنعمل ايه بقى اول حاجه approximate design الapproximate design هنعمل ايه اول حاجه from strength condition كام انا عايز area required تساوي كام design force بتاعتنا 20 على هنفرض رقم ماشي ناخد زي الكتاب عشان نمشي زيه الكتاب فرض 0.7 في كام لا أصلاً في ليه سمعت؟ أنا أضرب في اثنين لما تو إند خلاص وكيس 1 ما عندناش كده أي حاجة تانية بيطلع الرقم ده ب 14.29 سنتيمتر سكوير طيب ده الاسترد ثاني حاجة فروم الستيفنس كونديشن عندك بقى المرة دي اثنين صح؟ عندك في لاندا ان بتساوي كام؟ 400 على مين في دول؟ نجاوب صح بقى احنا اخدنا وقت طويل فيها دي 400 على كام؟ على بوينت 2 بي صح؟ وفي اللاند اوت هاخد 800 على 0.48 انا عايز ده يكون اقل من او يساوي 180 وده نفس الكلام وبالتالي عايز البي بتاعتي اكبر من او تساوي كام؟ والبي بتاعتي اكبر من او تساوي كام؟ سامعين فيهم؟ ايه؟ بي 7.9 وايه؟ 9.25 لا 4 دي مفرقين دي 4 9.25 سنتيمتر ماشي يا شباب؟ في عندنا حاجة تالتة ولا مفيش؟ في بولت ده ايه؟ الاريا بتاعتنا تكون أكبر من كده البي أكتر من كده الاي أكتر من كده ولما تختلط قطاع هتتشكل إن البي ناقص تي بتاعته اكبر من 6 سم كويس هو بقى اختار كام 80 في 120 في 10 تروي تواجد 80 في 120 في 10 الاريا بتاعت الواحد 19.5
ماشي. بس طبعا ده مفهوم من ده ان الاي بتاعتك بكام؟ 120. هو انا غلطان في الحل؟ قررنا على طول ما يبقاش الموضوع كده. الاي بتاعتك ب 12 والاي بتاعتك ب 8 خلاص؟ طيب نعمل ايه بعد كده؟ نعمل ايه بعد كده؟ اكتب. ايوه اكتب ديزاين. اكتب ديزاين. اول حاجه تدي شيك على مين؟ شيك ستيفنس. هنا بقى انت واخد كلها. هنا بقى ايه؟ مش هينفع تروح رايح تستخدم على طول وين 28 بي وين 48 ايه؟ محتاج تحسب اي اكس بكام؟ ومحتاج تحسب اي واي بكام؟ انت اي اكس روت اي اكس كابيتال على الاريا توتال ودي اي اكس توتال والاي واي عباره عن سكوير روت اي واي توتال على الاريا توتال صح؟ بكام بقى؟ الاريا توتال سهل يعني انت من هنا الاريا توتال بتاعتك سهل 2 في 19 في الجو تطلع بكام؟ 38.32 صح؟ سنتين في السكوير. فتوقعنا الاي اكس توتال والاي واي توتال. عارف نجيبهم؟ نجيبهم ازاي؟ الاي اكس توتال هتساوي ايه؟ ما هنكتبهم من وش، هنكتبهم ايه؟ عشان لو كتبنا في الكتابه الاريا توتال تساوي 2 19 في 1 38 في 2 سنتيمتر في السكوير. هو ليه ما جبش الاكسترا من الاول اشتغلتها؟ هتجيبه ازاي؟ ما عادش الطعم. انت هنا انت بتستخدم البوزيشن ما فيش طباع فلسه هتطلع طباع. ماشي جبنا الاريا توتال الاي اكس كابيتال توتال هتساوي ايه بقى؟ مبدئيا كده دول تو انجل صح؟ وانت هتستعين بالجدول بتاعك، انت هتقول هو 2 في ايا كان اللي هحسبه ده. ماشي؟ كام بقى اللي هحسبه ده؟ عندي الاي اكس بتاعت الايه؟ بتاعتني واحده اللي هي كام؟ الاي اكس بتاعت 1 ال. ماشي؟ بعدين؟ تبقى فرق المسافات؟ ايوه فين هو بقى الفرق ده موجود؟ لا مش موجود؟ سيادتك تروح انا كده اهو. طب استنى استنى ماشي؟ هو انت الاكسبريستي هنا ايه؟ يعني الاكسبريستي بتاعت الانجل ده هي الاكسبريستي بتاعت الانجل ده هما الاثنين على نفس المستوى خلاص؟ انت هنا هتضرب 2 في الاي اكس على طول. ماشي؟ ده يطلع 2 في كام؟ 98.1 يطلع 196.2 اليونتس ايه بقى؟ سنتيمتر باور. طيب الاي واي توتال 2 الحاجه هعملها ايه؟ الحاجه اللي هعملها اي واي بتاعت 1 هنج. اي واي بتاعت 1 هنج. الاي واي بتاعت 1 هنج دي مكانها فين؟ عايزين لون مختلف. الاي واي بتاعت 1 هنج دي مكانها فين؟ مكانها هنا صح؟
في دي اللي عندك في الجدول مش كده؟ فانت طبعا في الجدول بتاعك هتبقى عايز تشوف الاي بتاعتك في الاتجاه ده. يعني انت في الايكوال ليج انجل الاي بتاعتك في الاكس هي دي بتاعتك في الواي. في الان ايكوال ليج مش هتطلع كده. دي رجل اقوى من رجل هيطلع ايه داخل ما تنساش تاخد في الجدول الاي بتاعت الاتجاه ده. خلاص؟ كلام جميل. فانت هتجيب الاي واي، الاي واي دي انت هتطلعها من الجدول دي فروم تيبل اهي. دي فروم تيبل. وبعدين تزود عليها ايه بقى؟ عايز تنقلها من هنا تقول لها عند الخط الاخضر ده. يبقى زائد ايه بقى؟ اريا بتاع 1 انجل صح؟ في المسافه سكوير. المسافه دي اللي هي ايه؟ الاي اللي احنا كاتبينها دي زائد ها؟ ايوه خارج الجسر بليت على الاثنين. المسافه دي مالها؟ سكوير. ويقفلوا تطلع كام بقى دي؟ تطلع كام عشان الوقت؟ لينا نطلعها على طول هتطلع 1265.65 سنتيمتر او ماشي. وبعدين تروح عامل ايه؟ تاخد بقى الاي واي بتاعتك تبقى فور الاي واي بتاعتك تبقى سكوير روت اي اكس اسف هتبقى سكوير روت 196.2 على كام؟ 38.2 والاي واي تساوي سكوير روت 1265 على 38.2 تطلع دي بكام ودي بكام؟ دي تطلع 2.27 ودي 5.75 دي سنتيمتر ودي سنتيمتر. كويس؟ ده واحد ده اثنين ده ثلاثة. بس التفريغ شغال خلاص حسبنا دول اللي هو الستيفنس كونديشن. فانت عندك اللاندا ان بتساوي 400 على كام؟ على 2.27 خلاص؟ واللاندا اوت بتساوي 800 على 5.75 يطلع بقى بكام؟ ماشي ماشي. والثانية بكام؟ 139.1 كويس؟ مين فيهم الكريتيكال؟ ده الكريتيكال خلاص؟ الكريتيكال ده هو طلع اصغر من 180 ولكنه اكبر من 100 يبقى ديرفور الاف اللاول بتاعتنا اف كومبريشن اللاول هتساوي 7500 على 167.2 سكوير. طبعا انت قرب قوي ل 180 فانت متصور انه هيطلع اللاول ايه؟ بعيد قوي يعني هيطلع 0.24 صح؟ 0.24 تن بير سنتيمتر سكوير. الاف اكشوال يعني بقى فروم سترينث كونديشن الاف اكشوال هيساوي كام؟ بص بتاعتنا ب 20 على 2 في 19.1 اطلع بكام؟ 0.5 للاسف يطلع اكبر من الاف كومبريشن الاول فدي الفور انسيف. طيب احنا هنتظن للوقت هنقول لك ان اللي هيسير معاك
100 في 150 في 12 يعني ده بقى سبحانه ايه برايم وانجلز يعني اضرب كم 100 في 150 في 12 100 في 150 في 12 ده يطلع لك اريا بتاع والانجل بتساوي كام 28.7 هي يعني مش ده الباطن الاول ممكن تشوفي في الجدول الاريا بتاع 130 في 130 في 12 بكام؟ في الايكوال لك تلاتين طيب واللي احنا واخدينها 100 في 150 في 12 الاثنين دول يطلعوا كام؟ 56 وفي شوية صح؟57 ماشي لو كنت استخدمت تو هانجلز ايكوال لاج كانت هتطلع في الاريا اللي هتسيب 60 خلاص فده معناه ان انت لما استخدمت حاجه فيها بريك دي اطول عشان ده طلعت قطاع مربك نقطه وفرت 4 سم في كروس سكشن اريا في طول الممبر كله ماشي يا شباب حد عنده اي اسئله؟ طيب انا هروح بس اصور الكويز بسرعه ناخد بريك بالظبط 5 دقايق مش اكتر من كده